بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. فيديو جديد جبت لكم فيه طاقة بالتفاح خفيفة لذيذة، طلبتها مني مشتركة، ما قدمتها لهاش الظروف. درك راح ندير لها طرطة سهلة خفيفة، هذه هي الطرطة السهلة في الطرطة تاع التفاح، بسيطة. واش نحتاج لهاد الطرطة؟ نحتاج لها كأس معمر فارينة، وكاس غير ربع فرينه، كاس نعمروه وكاس ما معمرش كما تلاحظوا هكذا في الكاف في امامكم. ما يعادل 200 غرام فرينه، 100 غرام زبده، بيضه نحطوا لها الصفار تاعها برك في العجين، وملح ونلموها بالماء. هذه للعجين. لا كريم نصف لتر حليب، كاس غير ربع سكر حرش ما يعادل 125 غرام، نصف كاس فرينة ما يعادل 60 غرام، تحبي ديري بالغرامات 60 غرام، تحبي بالمغارف 3 مغارف فرينة، تحبي بالكاس نصف كاس، وكيس من لافاني، وربعة صفار بيض، ربعة صفار بيض لاكريم تاعنا. وباه نزينو لاكريم هذوها نزينوها بالتفاح، طارت التفاح. نروحو لطريقة التحضير. نبداو نديرو العجينة تاعنا، هي الأولى. الفرينة تاعك تكوني مصيرة، تاعي صيرتها، حطو لها شوية ملح، زبدة تكون هكذا طريفات، قصيها هكذا طريفات، درجة حرارة الغرفة تجي طرية، وندخلوها في الفرينة. صبعنا برك هكذا، بصبعتنا هكذا نتقرصوها برك هكذا حتى تدخلنا في الفرينة هذه كامل، تدخل لكم الزبدة هذه كامل لا مارغارين هكذا في الفرينة كامل هكذا. تقرصيها هكذا بصبعك حتى تدخل، تحطي صفار تاع بيضة. قليل من الماء بارد، مشي بزاف شوية برك ما، هكذا. ولمي العجينة تاعك هكذا، ما تخليش ما تعجنيهاش، ديروها اللي عنده الروبو يدير في الروبو، والله هكذا تنجي ساهلة هكذا تاني. لمي برك هكذا ما تعمت ها تتلم لك هكذا، زيد طرامة برك طاها برك هكذا بشوية ها هكذا، تسلم لي العجينة تاعي هكذا هكذا. تحب تخليها ترتاح شوية ربع ساعة هكذا وتطرحها، تحب تطرحيها وتخليها في المول تاعك ترتاح لك نص ساعة هكذا. نروحو درك فيه نطرحوها. هذا المول تاعي اللي راح ندير فيه، تحبي ديري فيه مول كاغي ولا مدور كيما تحبي، راح ندير فيه هذا مستطيل، وانتي كيما تحبي. حطوا العجينه تاعنا هكذا بين ورق هكا تاع المطبخ ولا ورق تاع النيلون هكذا، ونطرحوها طرحوها على مساحه المول تاعنا، تجي مرقيقه مخشينه، تجي واحد ونص سنتيم هكذا. هنا المول تاعي مستطيل، درك نحط هذا، نحط هذه، نزيد نحي من الجوانب ونكمل. العجينة تاعي في المول بات هزلنا الشكل تاع المول كامل هكذا، تكاي لي عليها مليح، ونخليها ترتاح نص ساعة. لا رتحتيها ربع ساعة قبل لا تديريها، خليها ربع ساعة برك في المول، وكيما ترتحيهاش ربع ساعة تخدمي طول كيما نخدم ستر طول، نخليها نص ساعة ترتاح لي هكذا. بعد نص ساعة نرجع نعطيكم كيفاه نكملو. بعد ما خليناها رتحت نص ساعه
نقبتها وخليتها تحت نص ساعه، حطوا بافي كويسون هكذا ورق الطهي على العجينه ونعمروها بعدس ولا لوبيا، كل وحده واش عندها في الدار اللي مولفه تحط، تغطيها كامل بعدس وحطيه هكا باش ما يتهزلكش، نتفاداو هذاك باه ما تهزلناش من البلاطو، هي ما تهزش كيعود بزاف كيعود المول تاعك من هذاك اللي مهوي. كل وحده تعرف الفور تاعها كيفاش يطيب، 180 درجه 170 180 تخليوها حتى تبدا تحمر لنا تحمر لنا لاباط تاعنا، نحيوها ونكملوا التزيين تاعها. بعد ما حطينا العجينه تاعنا في المول حطيناها في الفور طيب حتى تحمر لنا، نروحوا لطريقه تحضير لاكريم سهله. هذه هي لاكريم السهله باش نديروا حطوا ربع صفار بيض، حطوا السكر تاعنا هكذا خلطوا مليح مع الصفار هذا تاعنا، باه نحطوها طوب على النار باه ما تسخنوش الحليب، نحطو هكذا حطوا لافاني تاعنا، تحبي تخلي شويه لافاني مع الاخر كي تخلصي زيدي حطها شويه هكذا، حطوا الفرينه طريقه سهله هكذا نوجدوا لاكريم هذه هكذا بارد في البارد، حطوا نصف لتر تاعنا تاع الحليب ونحركوا هكذا، نحركوها مليح مع بعضها هادو يدمجو لنا مع بعضها، نحطها على النار ونبقى نحرك في لاكريم تاعي هادي حتى نشوفها عقدت، كي نشوفها عقدت نحيها من على النار. بعد ما حمرت لنا هكذا شوية مع الجناب لاكريم تاعنا وجدت كيما تلاحظو تجي ملسة تجي مليحة هكذا، طريقة سهلة ومليحة لاكريم هادي. التفاح تاعنا قشرتو هكذا ونحيت القلب تاعو هكذا، نقصوهم هكذا شرائح رقاق هكذا، قصوهم هكذا ونعمرو الطارت تاعنا نعمروها لاكريم، حطوا لاكريم تاعنا هكذا ومن بعد نحطو نزينوها بالتفاح تاعنا هكذا، نكملو نحطو نصفو التفاح تاعنا كامل هكذا، نحكمو السكر كريستاليزي السكر حرش ونحطو التفاح تاعنا هذاك هكذا، ونزيدو نردوها للفور 10 دقايق شويه، دخلوها للفور شويه ونعتها لكم جاهزه. هاي لاطارت تاعي بعد ما خرجتها من الفور هكذا كما تلاحظوا، هذه العجينه اللي فطرتي شويه هذه قدرت هكذا في طاقه صغيره هكذا مدوره، من بعد ما خرجناها درك نحطوا شويه لا جيلي ناباج وندهنوا تاعنا لاطارت تاعنا هكذا، التفاح تاعنا هذاك ندهنوه بلا جيلي هكذا، نقدموها نقسموها نحطوها في صحن التقديم ونقدموها. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، نتمنى ان شاء الله اللي طلبتها مني تنجح في الوصفه هذه ان شاء الله في التجهيز تاعها. نشكركم بزاف على الدعم اللي تدعموا فيا هذيك والهضره اللي تهضروا لي الحلوه هذيك، نتمنى ان شاء الله نكون عند الحسن الظن تاعكم وندير لكم وصفات جديده ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله.